ستة منهم مش مطلوبين. يعني ستة من العشرة دولت مش مطلوبين في لا في اللائحة ولا في القانون. ولا في الأول ولا في الآخر. واخد بالك؟ طب طلبينهم ليه؟ أسهل دلوقتي أنا عندي بيت بقدم صورة الرخص البطاقة بتاعتي مثلا ووصل مية ووصل كهرباء الحاجات حاجة تثبت إن أنت إن أنت لو تثبت أنت بتاعتك طبعا. على فكرة ممكن ممتلك وحدة في العقار او مجموعه الممتلكين اصلا ممكن يكون الملك الاصلي مختفي يعني ومش هيتصالح معظمهم هيتصالح ليه حضرتك؟ ما انا بعت الشقق وخد الملايين وجري وخلصت ما حتى لو ساكن في العماره اللي جنبيها هتصالح عليها ليه؟ السبب هنا مين؟ القانون ولا السبب مين؟ اللي في الاخر في الاخر المواطن هو اللي لقى نفسه في انا مقدم على كل حاجه، انا لما جيت خدت فلوس ودفعت ملايين في الشقه ديت او مئات الالاف مش هنقول ملايين مش كله ملايين ماشي ماشي كويس؟ مظبوط انا مطمن انها سليمه لا يعني لا معظم اللي في العمارات المخالفه الناس عارفه انها مخالفه يا بتشير يعني ما تقوليش مطمئن يعني مش موجوده قوي عشان برضو ما الامور ما تاخدش اكبر من حجمها. معظم العمارات المخالفه الناس وهي بتشتري عارفه انها بتشتري في عمارات مخالفه. واحد شاف عماره 17 دور يبقى اكيد مخالفه مبنيه من سنه 90 واكيد مخالفه لان 17 دور ده بره القانون طول عمره لان اخرنا كان ارضي 11 في اعظم حاله في مصر اللي بعد كده باشتراطات خاصه يعني اما بقى في وقت من الاوقات كان عشان اشتراطات خاصه بالسياحه واشتراطات خاصه بالقانون المعين طلع قبل 76 لكن اي عماره فوق الارضي 11 لازم يكون مخالفه حتى لو شارع عرضه 100 متر فلا الناس عارفه يا احمد بيه يعني الناس عارفه بتشير ان ده عقار مخالف وان دي ارض مخالفه وان منطقه خارج التخطيط. هنعمل ايه في ال 25 يوم دول؟ بص حضرتك لازم اللجان تسهل الامور وتمشي على القانون. الطلبات اللي مطلوبه مش عايز اقول احياء بعينها يعني خارج القانون خارج المطلوب في القانون يعني مش مطلوب من المواطن النهارده في هذه الحاله يعمل تقرير استشاري لو اللجنه طلبت تعمله يعني انت لو انت مغير شقتك داخليا هو في ناس عايزه تدفع 25% عشان يلحق يعني 25% على اني رقم على اني رقم الارقام مبالغ فيها جدا يعني في مشكله في الحسابات ولازم اللجان ترجع تراجع نفسها تاني ولو في وزاره الاسكان معمول لجنه لهذا الكلام ومعمول ويب سايت للردود على الناس اللي عنده مشكله لازم يبعت في الوزاره والوزاره بترد ما تتاخرش يعني في لجنه في الوزاره مشكله للردود على الناس حتى اللي مش هيسال النهارده اللي عنده اي تساؤل يسال حالا في الوزاره وبيترد عليه. مين يحدد رقم ان انا هدفع كام ال 25%؟ اللجنه بتحدد الارقام ال 25% ده قرار رئيس وزراء ان يدفع 25% من الرقم، الرقم بقى كام اللي هتدفع منه 25%؟ هو ده السؤال. يعني في مناطق معروف مثلا ان اخرك في التصالح هيبقى فيها 10 15000 جنيه تدفع ربعهم. يطلبوا من الناس 20000 ليه؟ ويطلبوا من الناس 30000 ليه في الاول؟ يعني ممكن مطلوب منه بالكامل 10 15000 بالكامل. الفكره في خطا في حساب المخالفات، يعني انت مثلا المخالفات المعمارية فقط ب 5% من الرقم اللي اعلنه المحافظ، المحافظ مثلا 1000 جنيه. فال 5% من ال 1000 جنيه يعني 50 جنيه. تمام؟ هم يحسبوها على 500 جنيه. واخد بال حضرتك؟ المخالفة المعمارية فقط 5%، المخالفة الإنشائية 10%. لا نوضح دي معلش عشان فيها لبس. نوضح بعد إذن حضرتك يعني إيه 5% وإيه 10%؟ يعني دلوقتي مثلا في مدينة خلينا من الحاجات اللي عرضناها من كام يوم. مدينة نصر مثلا بعض المناطق 1000 جنيه المتر. ده الحد الأقصى. ده الحد الأقصى. زهران مدينة نصر مثلا. الحد الأقصى. حد الأقصى. بمعنى إن لو باني بدون ترخيص وباني مخالف لكل حاجة بيدفع 1000 جنيه. لو باني في رخصة ومخالف معماري فقط يدفع 5% من هذا الرقم. ولو باني برخصة ومخالف معماري إنشاء يدفع 10% من هذا الرقم. الارقام بسيطه جدا وحساباتها بسيطه جدا والناس مبالغه انا ما اعرفش الناس اللي بتقول مبالغه 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 انا ببص على الارقام معموله في اللائحه في منتهى الواقعيه في منتهى المنطقيه في مبالغات في التقديرات في اللجان. مشكله مين دي؟ مشكله اللجان مشكله رؤساء اللجان والناس اللي شغاله معاهم وده احنا في الوزاره بنرد عليه يعني اللي عنده مشكله في تقدير مبالغ فيه احنا جالنا حالات في مركز البحوث وحولناها للوزاره. واحد بيقول ان اللجنه مقدره روح 34 مليون جنيه المبنى كله مكلفه 3-4 مليون جنيه قال طب ما هدوا بكره اجيب لودر يخلصه لي. يعني في ناس قالت كده يعني في النهارده حد بيكلمني بيقول لي طالبين مني 4 مليون جنيه طب اصلا انا هعمل بيه ايه؟ هقفل في حته يعني بالسلامه بس 4 مليون جنيه بس بص حضرتك الدوله ليه فن حضرتك شايف انه في حد بيعطل او حد بيعطل مش بيعطل بهدف انه يدمر حاجه لا هو يعني عدم وعي كافي عدم قدره على استيعاب الامور واخد بالك لازم يكون ما اديناش نفسنا فرصه
ان احنا الناس تعرف الدنيا زي ما سيادتك بتتكلم كده يا فندم. احنا نشرح احنا لهم احنا في الفتره الثالثه وبعدين نبدا التنفيذ. احنا الفتره الثالثه حضرتك ارتباكنا كده وضغطنا الدنيا. فين يا احمد بيه؟ احنا دي الفتره الثالثه، دي الست اشهر الثالثه، يعني بنتكلم في سنه ونص. يعني القانون صدر وانتهى بس اول سنه ولا حد يعني اول فتره هي الضغطه الفتره دي. ما هو حضرتك الدوله عامله حاجه لمصلحه الناس. فوجئت ان الناس بتعارض ومحدش فكر فعليا. طب يا جماعه ما هو في وجوبات ازاله انا هنفذها، يعني انتوا بتضطروني ان انا انفذ وجوبات ازاله، والرئيس اعلن ورئيس الوزراء اعلن ان اللي مش هتصالح انا هنزله، مش عشان احنا مفتريين.